سيدة نساف طرابلسي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، عايشك. سيدة نساف أستاذة مسرح وعضوة في لجنة التحكيم، حبيت نشوف معك رأيك الآن. المسرح المدرسي منذ أنا عاشرته متابعته منذ الثمانينات وكل اليوم، حالة المسرح المدرسي مع التوجه الجديد لوزارة الثقافة للتنشيط الثقافي والعناية اللي نسمعها على الأقل على مستوى الخطب والسياسات العناية كبيرة، ولكن على مستوى الفعلي في الميدان تحكينا شوية على التجربة وعلى الطموحات وعلى التصورات الجديدة إن كان هناك. شكرا ليك قبل كل شيء. أنا فرحانة برشا اليوم اللي تلامذة رجع فيهم كل ثقة في رواحهم وكل النشاط والحيوية والكل. ما نجموش نقارنوا من الثمانينات لتوا، لكن نجمو نقارنوا ديما كل معناها قبل الثورة وبعد الثورة. جيت كأن فما شوية شيوت هكي، ومن بعد رجعنا كل استفاقة، أنا نسميها استفاقة، إن شاء الله تكون استفاقة طيبة وحضور طيب للتلامذة وللمنشطين بطبيعة، وكل فرحة اللي في عينيهم محليها وكل ضحكة والكل. التنظيم اللي لاحظته أنا السنة هو التنظيم، التنظيم كان أحسن من سنوات الفارطة، التأطير كان أحسن شوية من سنوات الفارطة، لكن نوعية الأعمال يبدولي باش نقول هالكلمة دي ونتحمل مسؤوليتي فيها، أنه نوعية الأعمال حزينة نوعا ما. إن شاء الله ما تكونش الثورة زادة أثرت على التلامذة متاعنا، ولا أحنا أثرنا على التلامذة متاعنا بك الأعمال المحزنة هذية، وإن شاء الله نرجع لك الأمل ولك الفرحة ولك الكوميك وكل الترافة في الأعمال متاعنا، فقط هذا شنو نجم نقول. شكرا سيدة نساف، وربي وفقكم في بقية أعمال اللجنة. يعيشك بارك الله فيك، ميرسي. ريان ورديان باشا، هذا اسم فني وقدامنا فنان بارك الله ما شاء الله. ريان، علاقتك بالمسرح وخاصة الصويت تحفون هذا، احكي لنا على كيفاش جيت للمسرح وكيفاش تغرمت بالموسيقى. لا والله ما انا كنت في الداك ديما نسمع اختي اللي تغني، هي اللي معناها شجعتني، وليت ملول شد معناتها تتبعت الغنيت العربي، بعد بديت بشوي شوي بليت بالفرنسي وباللونجلي، حتى اني معناها كل ما نكبر كل ما نزيد اكثر معناها نغني ونختار اغنيه اخرى معناها. وانا معناها في الكوليج هذا عجبني برشا، في دي كلوب معناها في حاجه باهيه باش تزيد معناها، يعني كوليج علامه. اي كوليج علامه معناها باش تزيدك، معناها باش تزيد ثقتك، باش تزيد تعطيك حاجه دو بلوس معناها. وزاد انا دخلت المسرح، انا ما كنتش معناها مغروم برشا بالمسرح، ما حبيت نعمل التجربه كتجربه معناها، حبيت نمثل، حبيت نظهر معناها قدام عبيد، حبيت تعبيد معناها يقولوا ارائهم فيا. زينوبة، كيفاش لقيت روحك في العمل هذايا، وكيفاش واكبت وكيفاش صبرت عليه وكيفاش تفاعلت معه؟ بما اني من الاول يعني من اول ما بديت نحب المسرح، نحب نظهر قدام الناس، نحب نعطي ثقه في روحي، نزيد ثقه في روحي، وملي انا صغيره نغني، دونك لقيت روحي في العمل هذايا ما لقيتش حتى صعوبه، بالعكس زاد شجعني انه معايا اصحابي، معايا شكون يدعمني، وعندي معناتها عندي شكون المعلمين متاعي انهم شجعوني اكثر واكثر،
بالنسبة معناتها زادة للشجاعة اللي جاتني، نتشجع كي نرى العباد معناتها يتستمعوا يركزوا معك كي نبدأ نعمل. لا يمكن في إيطاليا أن يكون هناك تطابق بين ما جرى فعلا وما كان يمكن أن يجرى، أي ما يتوهم الرأي العام أنه جرى، وهو ما يسوق بقوة الشائعة على أنه حدث وإن لم يكن وقع فعلا. سي نور الدين نوري المشرف على الحياة المدرسية ومن المشرفين على تنظيم هذه الدورة من المهرجان المسرح المدرسي الخاص بالمدارس الإعدادية والمعاهد، كلمة على عودة الروح للمسرح المدرسي وشنو توجه حسب نسمع ونشوف الخطب والتصورات متاع وزارة التربية أنه عودة قوية للتنشيط الثقافي، ما موقع المسرح في هذا التوجه وفي هذه معناها الكلام والخطب اللي نسمعوها توا أشهر؟ شكرا بارك الله فيك. المسرح هو من بين الفنون اللي تهتم بها وزارة التربية، عندنا عديد الملتقيات في الموسيقى في التربية التشكيلية في كثير من الفنون، ولكن المسرح يحظى بمكانة خاصة في إطار تنظيم التظاهرات الثقافية. جهويا يتم تنظيم الملتقى الجهوي على مدى يومين، هو يوم 31 مارس و1 أبريل، فيه عروض مسرحية متعددة، فيه عروض ترجع للإعدادي وعروض للمعاهد الثانوية، واحنا في إطار الاستعداد أيضا هذه السنة وبصفة استثنائية لتنظيم الملتقى الوطني في المسرح في الوسط المدرسي في تحظى به مدينة سوسة لتنظيمه أيام 21 و22 و23 أبريل. حكينا على هالتجربة هذه في مع تلامذة لمدة أكثر من شهرين سي مروان، وثم زاد عطاير باش ياخذوك عودة متاعك ومشاركتك في مهرجان المسرح المحترف في الجزائر في العالم. شكرا بارك الله فيك سي طارق. التجربة هذه اللي كانت مع عددية العلامة تعتبر قيمة بالنسبة لي في الإخراج المشترك رفقة الأستاذ طارق الزرقاتي، عمل دام شهرين، كانت هي معناها ورشة من الأول متاع بحث وفي يعني وتعميق تجربة المسرح المدرسي. حكينا بغرامك بالفن بصفة عامة ورؤيتك للعمل الثقافي وللفنون، كيفاش نوجهه واستراتيجية والبيداغوجيا كيفاش نوجهه للزلاف للنشاط هذي ناقص برشا عنا في تونس. شكرا جزيلا على السؤال، هو سؤال هو السؤال بيدو ثري وسؤال بيدو يحمل أبعاد كبيرة ويحمل أهداف كبيرة. الحقيقة في المدرسة الإعدادية الخاصة العلامة ارتأينا منذ انطلاقها أنه نعولوا برشا على العمل الثقافي، وهي قناعة في الحقيقة، هي قناعتي أنا أنه لا تستقيم أي حضارة بدون ثقافة، وكي غابت الثقافة في هذا البلد المعطاء رأينا كيف أن هذا البلد عوض أن يصدر ثقافة وعوض أن يصدر رجالا ونساء مثقفون أصبح يصدر الإرهاب. أعزائي المشاهدين، نحن في أكودة وبالتحديد في دار ثقافة أكودة وحضور ومتابعة فعاليات المهرجان المدرسي للمسرح المدرسي أقيم هذه السنة في أكودة، انطلق البارحة على الساعة 2 بعد الزوال، واليوم يوم كامل حصة صباحية وحصة مسائية. إذا أن نلتقي مني إليكم ألف محبة.